الناس اللي تعاقبوا على الناس يمكن ربما يمكن مازال ما تمكنوش باش يكتشفوا العبقرية اللي كانت عند السلطان في عهد ولاية إسماعيلية في السلطان مولاي إسماعيل اللي هو باش يساعد الدين. إذن هناك واحد العبقرية، علاش نقولوا العبقرية؟ لحقاش واحد الساحة الدين تواكبت عليها واحد مجموعة دار فيها أسواق، دار فيها الخيمات، دار فيها كذا، دار فيها الأسواق للحوانت الدكاكين اللي داروا دابا في الجن ديال المارشي الهديم، ما غاديش نقول مصنفة أو غير مصنفة، الساحة الهديم إلى غاية 2018 المهم اللي كان عندي المهم غير مصنفة ما عرفتش تصنفات ولا مازال ما تصنفاتش لا إجماليا حتى 2018 ما مصنفاش، ما عليناش الحيط اللي هو ملاصق ليها ما مصنفش ما كانش إشكال، أنا ما كنهضرش ولكن العبقرية اللي هي تواكبت علاش قلت ما اكتشفوش العبقرية دارت في 79 أو 80 دارت واحد الجردة في 84 ولا 85 في 83 84 فاش كانت المناظرة الجامعات المحلية كانت في مكناس كانت دارت واحد النافورات ودارت كذا تسمع واصطرفات واحد المليار ونص ولا جوج المليار ديال السنتيم اللي هي دارت في الأخير عاودوا ولاو تريبوا تعيدوا القبات تعيدوا كذا ما كاينش إشكال. إذن هنا إذن ربما تنقول أنا ربما ما كاينش واحد العبقرية هنا غادي نوقف وهنا أنا غادي نوقف وغادي ندوز واحد غادي ندوز واحد الرسالة اللي هي جد مهمة واللي هي جد مهمة واللي هو تنعرفو من جيت مكناس بأن كوجهة سياحية ومازال ما لقاوش إذن غادي تنقول أنا تنقترح ما غاديش نقول كعبقري وإنما كعبقرية اللي هو ناس اللي ربما كاينين أهل الفكر وأهل العلم أنا وكما جاء في القرآن الكريم وما يجيء كمن خبير. إذا أنا هنا ماشي هذاك اقتراح بكل تواضع بكل أنا ما بغاش يعطيني قهاء ما بغاش يعطيني دوزيام ايطاج ما بغاش يعطيني غرب شوية ولكن أنا غادي نعطي اقتراح. الاقتراح المهم الرفض ولا القوة شلون ولكن كاينين أجهزة اللي هي كاينين الناس اللي مسؤولين اللي هما عارفين المصلحة ديال البلاد اللي هما في اللي تحترموا القوانين. أنا في هذه الساحة ديال الدين كاينة في الدخلة ديال سيدي عمر بوعوادة كاينة الزاوية ديال سيدي عمر بوعوادة. وانا ملاصق على الصان زاوية سيدي عمر بوعوادة هذيك زاوية سيدي عمر بوعوادة عندها يمكن واحد الواجهة واش 25 او 27 او 30 متر ما تيهمنيش المتر لينيا ديال الواجهة وعندي انا بالنسبة للواجهة الملكية العقارية لي 27 متر. إذا أنا هذاك العقار اللي هو تنقول هذيك الفلسفة اللي هي كاينة بالنسبة للساحة الدين باش يمكن لها توضع واحد الحد من 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 العشوائيه والفوضى العارمه اللي تتروج واللي مازال ما تمكنوش باش يضبطوها بحكم تواجد كاين بالمنصور كاين الجانب كاين السقايه اللي في الجانب ديال المتحفريات الجامعي كاين واحد المجموعه كاين دوك الدكاكين اللي داروا دابا اللي عاودوا ولاو تصلحوا في اطار وكاله رد الاعتبار في جوار المارشي ديال الهديم السوق ديال الهديم. انا هذاك العقار ديالي اللي هو تتواجد انا تنقترح على الرابطه ليعود المغاربة علاش ما يداش واحد لما قررت تماك عندي المساحة 609 متر وربما إلا عجبتهم الفكرة أو عجبتهم الفكرة وشافوها بأنها غادي تكون مجدية وغادي تكون مجدية بالنسبة من الناحية السياحية وبالنسبة للتعايش بالنسبة لبزاف ديال الحوايج يمكن لهم يتزاد واحد جوج ولا ثلاثة ديور ولا يتم ولا أربعة ديال الديور يمكن ديك 609 يمكن لا توصل حتى ل 1500 ولا 2000 متر ولا 2500 متر اللي غادي يمكن لها تمشى ولكن شنو غادي يولي؟ غادي يولي عندنا أنا تنقترح يدار فيه واحد الشكل من معبد فرعون ما كيدار العباده ديالهم اللي هو كان في الملاح الجديد اللي هو كان كيدار في الملاح الجديد كان في وسط الدروبه غادي يولي في وسط القلب المعابد ديال مدينه مكناس في وسط القلب الموروث الغربي وغادي نبينوا ونجسدوا بان كاين تعايش فعلي وحقيقي ما بين ديانات كاين الزاويه ديال سيدي عمر بوعواده وكاين معبد اليهودي ديال اليهود المغاربه وهنا في هذاك الجانب ديال المعبد اليهودي انا تنقترح ان ماشي ما تنقولش اليهود المغاربة عندهم ماضي عندهم تاريخ عندهم موروث تاريخي بالنسبة لواحد المجموعة بالنسبة للفن بالنسبة للصناعة ما غاديش نقول صناعة تقليدية وغادي نقول بالنسبة للفن ديال الصياغة بالنسبة للذهب بالنسبة للنقرة بالنسبة للكي بالنسبة للي كانت مشهورة به اللي كانت معروفة به معروفة بالنسبة للبزازين المنطقة البزازين المنطقة هبطت بالريمة بالنسبة للخياطة اللي كانت في الملاح القديم اللي كان إذا هنا غادي يدار ما غاديش نقول ميوزي وإنما غادي يكون بحال واحد الشكل واحد المعرض دائم ديال تعرفوا بالموروث التاريخي ديال اليهود المغاربه والتاريخ ديال كيفاش عرفت المملكه المغربيه واحد الازدهار بالنسبه للصناعه التقليديه او بالنسبه للصناعه او بالنسبه لبزاف ديال الحوايج غادي يمكنوا معرضو غادي يكون داكشي باش قلت لك انا تنقترح باش يمكن لي توصل حتى ل 2000 متر حتى 2000 ولا 2500 متر هو هما اللي ذكرنا هذا كاقتراح هذا كاقتراح وفي نفس الوقت
هذاك المنبت يكون في الجانب ديالو يمكن له غادي يدار بطبيعه الحال غادي يدار اما ايطاج اللي غير هو غادي يدار يدار فيه واش كاين كبه وغادي يكون واحد المركز ديال التعايش الديني التعايش جميع الديانات وغادي يجيو تصوروا هذيك الساحه ديال العلم اللي غادي يكون فيها واحد الباب غادي يتفتح منه من الحائط الملاصق للساحه ديال العلم يتفتح واحد الباب وجود الباب واحد خاص او غادي يدار يفتح واحد الباب غادي يدخل للمعرض وغادي يدخل المعبد وغادي يدخل للمركز هذاك المركز ديال التعايش والساحه ديال الدين تذكروا واحد القضيه بالك اللي هو دارها انا شوف ما انسان لا تنسوا الفضله بينكم جزاك الله تبارك وتعالى شنو جا وهو في الوقت فاش جا في 2006 فاش كان الوالي ديال جهه مكناس تفيلات انذاك حسن اوري دار واحد الجوق في الافتتاح ديال الساحه القديم الجوق السيمفوني اللي داروا الزرابي داروا واحد المجموعه داروا الزرابي اللي داروا في السوق السيمفوني صوروا هذيك الساحه اللي هو غادي دار كاين حفريات جامعي كاين هذيك الساحه كاين سميتو وغادي تولي ديك الساعه خاصه ديك الساعه تيبقى الجهات المسؤوله بغات تقطع السيارات بغات تقطعو من الساحه اللي هدي يدوزو يحيدو بغي يحيدو ما بغاش يحيدو راه كاين لي باركين كاين فين غادي نبداو نجيو يحطو بغاو وهنا فين غادي نجيو نكونو في الوقت فاش غادي نكونو انا تنقترح باش يمكن تحيد السيارات بالمره بالاطلاق خاصها تحيد الساعه ديال هدي اول حاجه اللي هو في الوقت فاش غادي يطلع الانسان علاش انا اقترحت دابا انا هذا الرياض في الوقت فاش تطلع السطح ديالي شنو تيبان تتبان المقبره اليهوديه الاخرين اللي كاينه في جانب باب الخميس تتبان تيبان المقبره اذا هذاك الدرب هو ديك الطريق اللي في سبيس سبق لي صورتني مع نفس صوت العداله اللي هضرت على هذا الممر غادي يولي من باب الخميس وغادي يتم جاي بالاناره وبالكراسه ديال الرحام وغادي يجي هنا اذا هنا الوقت فاش غادي ندخلوا للساحه ديال هادي نلقاو في عود ما غادي نلقاو ديك السقايه ديال اللي هي كاينه ديال الجمهوريه الجمعي نلقاو علاش هنا شرينا على القرابه على الاقل القرابه في الوقت فاش نوصلوا للساحه ديال الهديم القى واحد ثلاثه ولا اربعه ديال القرابه تيستقبلوا وتيستقبلوا دوك السياح تيستقبلوا واحد المجموعه من فولكلور اللي هو دائم فولكلور اللي هو دائم تيستقبلوا اما فيه ما غاديش نقول هي شخص واحد تيضرب على الطبل كما كان اول واحد تيضرب على تيضرب النفار في الوقت فاش يوقفوا له مجموعه من السياح هذا الشيء يكون مو موال اما من جماعه واما من وزاره الثقافه واما من جمعيات واما من هذوك الناس نحن نخلقوا منهم ونعطوهم بطاقه مهنيه ونخليوهم يكونوا هذوك القرابه اللي هي غادي تكون القرابه ديالنا ما هذيك السقايه وفي نفس الوقت غادي نخليهم يكون عندهم ارتباط ما بينهم وبين السقاقي اللي كاينين داخل في وسط المدينه ماشي الطريقه اللي هي جات هي اقتراح ديالي هو كان رئيس الجماعه ذات الجمعيه ولكن كيف ما بغى يكون الحال انا تنقول بان هذوك القرابه خصنا نخلقوا منهم واحد ما غاديش نقول تعاونيه او جمعيه وانما دخلوهم في اطار المبادره الوطنيه التنميه البشريه او دخلوهم كيف ما بغى يكون الحال دخلوهم انا ما تيهمنيش ولكن غادي يجي في الوقت فاش نكونوا تنوقفوا تنحطوا رجلينا في الساحه ديال الهديم تنكونوا باننا راحنا تنحطوا ماشي في السوق راحنا حتى هنا حاطين في واحد الساحه اللي عندها علاقه بالتاريخ اذا هنا تنقول انا هنا العبقريه ربما يمكن اللي هو كان تيمتاز بها السلطان بن اسماعيل والعلم لله اذا انا بالنسبه لي انا هذيك الساحه ديال سميتو الطريق ديال السكاكين في الدخله ديال الزواقه ديال اللي حدا خدام الحفرية الجامعي يدار تماك واحد التكويصة وتغطى حتى السكاكين كلها تغطى بالخشب وتمشي كلها حتى لجهة بزازيل حتى يوصلوا لجهة دار الشيخ الكامل إذا هذاك الشيء ديال حلاقي وداك الشيء اللي هو راني فايس اللي تكلمت عليه يدار ذاك الموروث التاريخي ذاك الموروث واحد المجموعة عساوة الحنايات كذا واحد المجموعة اللي هي غادي يدار في هذاك شنو غادي تولي مدينة غادي تكون متوازنة ماشي جهة خدامة جهة ما خداماش أنتم نقول لك باراليزي ما يمكنش هو تصور دابا هاد اليد خدامه وهاد الشيء اليد ما خداماش ما غاديش يمكن تكون عندنا نفس القوه اذا ما يمكنش تكون رجل مشلوله هادي اي شنو هي عندنا باب ديال الخميس خصو يخدم عندنا الساحه ديال اليوم خصها تخدم عندنا باب رد عين خصو يخدم عندنا باب تيزيمي خصو يخدم اذا عندنا واحد المجموعه من الابواب اللي خصها تخدم واللي خصها تعيد في النظر باش غادي يمكننا نشوف اذا هنا في الوقت فاش تصوروا بان واحد المجموعه من الناس اللي هما تيجيو يهود مغاربه يهود من امريكا يهود من بريطانيا يهود من مجموعه من الدول وعلى الاقل في الوقت فاش غادي يجيو خصنا انا خصنا علاش انا
انا ما انا حتى كتب هذا اللي كتبوا لي الله تبارك وتعالى يتباع يتباع ولا ما كتبوش يتباع ما يتباعش، ولكن تنقول على الاقل حتى لجاو لك الناس غادي يجيو تيجي واحد المكان الذي يليق بهم وفاش تيجيو تيتم الاستقبال ديالهم في ديك الساحه وفي ذاك المورود التاريخي وذاك القلب الماضي ما يشرف في الوقت فاش تيجيو ذوك الوفود تيجيو تيعرفوا ما تيجيوش يدوزوا تيبقاو منحاصرين غير تيدوزوا 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 غير المدرسه بوحدانيه تيدوزوا هذا الداخلي. علاش؟ لان اليهود المغاربه عندهم تاريخ ديالهم التاريخ. انا بحكم علاش تنهضر دابا انا تنهضر في الوقت كابن من الساكنه ديال سيدي سعيد واللي بحكم الجوار اللي كنا مرتبطين بالداخليه بالملاح الجديد بجوار اليهود المغاربه، اليهود المغاربه اللي تعلمنا منهم واحد العدد مجموعه من الحوايج اللي هما كاين اللي تعلم الطبخ، كاين اللي تعلم الفن، كاين اللي تعلم الصناعه، كاين اللي تعلم واحد العدد ديال، كاين اللي تعلم التجاره، كاين اللي تعلم واحد العدد من واحد المجموعه لا داعي للذكر. انا هذا ربما يمكن هذا تعيش ديالهم ربما يمكن ما بقاش دابا غادي نجيو ندير مهرجان ديال عيسى واهر غادي يجي يدوز عيسى واهر غادي يدوز اي غادي يدوز ولكن راه خصنا شي حاجه اللي تبقى دو فالور في الوقت فاش غادي يتم جاي. ما بغيتش انا السائح في الوقت السائح المغربي في السوق بغيتو يبقى يجي السائح المغربي السائح الاجنبي السائح الامريكي السائح من انجلترا السائح من ايران السائح من فوق فاش يجي يهود الساحه ديال الهديم يجي ويلقى بان كاين الساحه الهديم كاين مرور تاريخي وكاين المعبد اليهودي وكاين مركز التعايش ديال الديانات تيجي تنزل الساحه ديال الهديم اللي ربما يمكن الساحه ديال الهديم غادي تاخذ ربما يمكن الفلوس اكثر من اللي غادي تاخذ اكثر من اللي واخذها ربما يمكن الساحه جمعت هنا او اكثر من اللي واخذها داخل الساحه توقف هنا. انا ربما وهذا الحوايج اللي هما داروا غادي يدار بطبيعه الحال شي حاجه اللي هي فن اللي عندهم علاقه بالصناعه واللي هو عنده واللي هو غادي يدار صوروا لله عليهم صوروا دابا ديك الساحه الهديم كيف دوك هذوك القرابه كيتمشى او شي حوايج اخرين اللي هما غادي يخدموا يليقوا بهذاك القرابه في المنتوج كيفاش غادي تيحس براسو في الوقت فاش يوقف تيشرب الماء المراد الماء ديال القرابه يمكن له يدار القرابه ويمكن يدار بزاف ديال الحوايج ولا ديال الشرايط ما يمكنش باش يكونوا ديما تيكون القامه هذا. انا هنا دكتور جدا موضوع جد اللي هو مهم بالنسبه ليا جد مهم وفي الوقت فاش يجي يولي يفكر سائح اي سائح دخل تيدخل هنا ينزل المطار فاس ولا تيدوز تيقول ما يمكنليش ندوز وما نمشيش نشوف انا الساحه الهديم. الساحه الهديم راه غنيه فيها باب منصور فيها باب الانوار فيها متفريه الجامعي فيها المعبد اليهودي فيها المعبد فيها الزاويه ديال سيدي عمر بوعواده حتى هي يجب رد الاعتبار اليها هذا الكريم من جميع البنايه ديالها من جميع المكونات ديالها ولي هذا هو اللي ربما يمكن ربما انا هذا من جانب اخر ما غاديش نطول هذا هو جد الموضوع الجانب ديال التنميه الجبائيه راه يجب اعاده النظر في الطريقه ديال الرخص. بالنسبه للرخص المقاهي باش ما تفوتنيش قبل ما نختم انا اقترح انا تنشوف ربما رخص المقاهي انا تنشوف لا داعي ديك باش الجماعه الحضريه المسؤوله اي تفوت للغرفه الصناعه والتجاره داخلي يبداو يعطيوهم الرخصه ويبدا يمشي يخلص الواجبات يخلص الواجبات الجماعه واذا ما جاش خلص الرخصه يبدا تخلص عليه يخلص الدائره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.